طبعا اليوم جايز رح ناكل بيتزا عجوت وعقوط برضو هاد وهاد فطاير لحمة وهاي سينابون زعتر سينابون بيتزا سينابون قرفة هاي القرفة أمها وهاي ولدهم الوسط وهاي ولدهم الصغير وبعده معانا عصير عينا. أنا متحمسة كتير لهالتحدي. أنا طبعا جايز هدول بحبهم كتير. أنا بحب هدول أصلا. أنا مش عارفة ماما مش كاها ديش ديش هلا رح نبدأ بالصنف الثاني بالبيتزا. نفس العصير صراحة رهيب زاد كتير ما حزين مع الجهاز كتير من ايدينا. مريم جميل العصير ما بدي بالتعبير انا بفلسف وكل عصير حلو بدي ايه زاك بترعى الله خاص بيزي وعقوط وهي في العقوط الثانية فيها لحمة سنبان حشوة البيتزا عقوط رهيب كتير عشان سنبان حلو أنا بحبه بكل أول يعني. رهيب جدا عارفين جايزة تقولة تحكي مسكة مسكة زاد كتير يعني رهيب رهيب بدي أكل بدي أكل دبس المعصح يا طيّة رهيب نشرب عصير هلا راح أبلش طب فطيرة السبانة السبانخ تعود عليها برضو كنا متعودين فطيرة اللحمة وفيها زيتون بالنص بس أما رفعتها أنا رفعتها بسم الله واو مطبخ مطبخ يا ماما سكاي زي العجين لما تعملوا هيك فلفيلو فلفيلو ما بلجيها بدي اكلها مشكلة زاكي 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 بها بدي اخلص منه خلص بديش اياهم زاكي كتير روحي عني انا بدي بس هاي طيب ماما زي بعضينا عصير ان طاق اللحمة رح ابلش سنبول القرفة لازم انا ما بعرف الا اكل الا اقسم بعدين اكل واو رهيب شي رهيب انا ما بعرف اقسم مرة بقسم يا ماما شو فلافل احكي لي فلافل احكي لي فلافل احكي لي انا بدي اكل بدي اكل هدي اكل صاحبة كيف بدي اشرب وانا مسك العصير اكل صاحبة كلي تكلش حقيقي زي الزعتر طبعا هيك جايز خلصنا السحور بتمنى عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وبنحبكم ناكل السحر